السلام عليكم حيثام متابعين إريسات. يوم ثمان مايو سنة كلا ألف وأسرة وثلاث توق. اليوم لدى الأخبار أقول لكم كسلف أرس أخبار حركات مجلس كفاية أمريكا أمريكا سمينارات أمبتاتا مؤتمر فدرالي أرومو حكومة توبيا لتوسيم لا بيرس أكبر سمت رحكم تفاصيل التلال أقول لكم يقول دمان لابو مستقبل دي دورو تأباين نادل تحنتي لتبلا رئيس حركة مجلس كفاية أمريكا تيوم سيسما يو سمينارا مبتاتا اللي دي بسيس مدن أمريكا يقول لك بحسوب لها سميناراتا بمدينة انديانا بوليس مبوت هلام التلي دي مدينة انديانا بوليس لأنبتا مؤتمر وكايل حركة كفاية السيد الأول زودي والسيد حامد سلمان يقول مشتركات تقرير شكل حركة كفاية حقولة قدمو برنامج كروب ومستقبل حركة كفاية لك السيسن دي شرحوم من شعب متسلها لسألات حكو لبلسو رأي وتوصيات اندي سمعو لناي مدينة انديانا بوليس اجتمعوهم اتمموا اهدافنا لات يوم سيس مايو ات مدينة انديانا بوليس لا قبام يوم عصر سلس مايو ات مدينة اوكلاند يوم اسرا مايو ات مدينة هيوستن دي بيوم اسرا وسبع مايو ات مدينة اتلانتا يوم 3 يونيو دي مدينة سياتل من يوم 16 حتى يونيو دي مدينة واشنطن دي سي اقل لك بحسوب لها السمينارات حرت معارضة أبا يوم اندفرقوم اتندال حبر اقل لتردو خلافاتهم اقل لعجبو توعية اقل لتهيبون لتهلاتو قبل هلام حرت معارضة اريتريا ارينا الى بحشم شعبية للساور خينات اندقبات سروم معارضين اتشاركنا الى دي بأرتريا حاكم للحشيم اند تكرو اتقبت حيزية عدل فانك اقاركم تلخلقو ولا ندال حرب اللوسكم هلون دي للشرح تانهتون باللي هي لدي داخل وطن تقيل لتاكل هالشعب اريتريا دي ما اتشاكلاتكم لتكارين دي لتهدك تانهتون لدي بخارج لنبرو اقل سلام وعدل اما جامع وافراد لنشط مواطنين لحشم شعبية الأدالي يلوم شرك منو اندي دحنو اتندال حبر إشاركو من قبي أهدافهم كمسالي زبطو اتداك لنبر شعب ريتريا اند الحبر الثانهتم حشم شعبية تتأساوروت وشاركوت حرب عتيد توبيا ترت عباي لأقدابو من عباي أسباب حرت معارضة ريتريا فنجي مأيدو معارض اندي كفلايام كم أتحوانيا وأهدافا منون دي شكفت بقبي بعدة أهدافنا إلى حشمكم سل شرقيت الشعب اندلا أتعقب ثانهتون هذي ما من قبي معارضة إريتريا أهداف لأقل تبقثت اندي تسعو اتحشم شعبية للأدالي وشرك آتاو من قبي بحرت معارضة لما تتقيركم يهلا أمورتوم حكومة فدرالية توبيا مطالب اقتصاد وسياسة جبهة تحرير رومو اهتمام دهبات فائدة لبوه دك سلام قلت تأدى لكم ويجب حزب معارضة مؤتمر فدرالات رومو طالب هلام لحزب التلسامن ديبا نشر شرح صحفي حكومة سألات ومطالب جبهة تحرير رومو اهتمام دهبات سلام دايمة اقلاء قلت تخدمكم ويجب فونو هلام حزب فدرال مؤتمر رومون دا أتلم حكومة فدرالية واجبة تحرير رومون تحلف السامن لأنبال نتيجة لتم هديك سلام اقل لحي سدقبي واتمدد حكار اقل لاستبدو اند اتفانم سب مقبنا الى هديك سلام من كليتهم حر اند قبو اقل اتما قاروكم لاستهل اتفاق ادام رئيس فدرال مؤتمر رومون بروفيسر مريد قدينا اتا قدم يا كلمات لهديك سلام مستقبل أمن وسياسة أقليم أرومو لا كسس سبت عالم كلهم قوى السياسة نايل أقليم إقل لشاركو التومهم على تلب الحبرام تفنج حكومة توبيا وديش حركة تحرير أرومو التنزانيا مدينة زانزبار قبل على هديك سلام أم بالنتيجة كمسال تاما لهديك سلام هم نقاط ديبوك مناقشام اتمسائل عباي إقل التفقوكم يقدرو المستقبل لكن دي بهديك سلام ومفاهمات للعبة تحنية سنيتكم سلطرئيت التوشرح علام
اللي بحكومات كينيا ونرويج نزمان بسم دول تجمع قال سرقل على هديك سلام لقل سنوات تفنجح حكومة فدرالية أتوبيا وجبت تحرير روما التقليم لا ترأى مشاكل إقل بعله سيد قابت التعالتم حكومة فدرالية أتوبيا قل تقليم روما عند السدد قيس لها مشاكل أمن حلول دائم إقل تركابة مثل تقليم له لو مسلحين عامة وفنتيت مثل شينين دتيلت لسمي جبت حتى أروما هتك سلام إقل تودين دتطلب سان حتى حالة أمن جنوب ومناطق قريب أتوبيا من وقت توقت اندي تتكلم قيس كم هلية تقارير اندي أشرو الشمال أتوبيا على مشاكل إقل تحسن حكومة أتوبيا تحديات سادفكم هلالتها الدقم تقليم أوروما عند الاتكلم قيس لها مشاكل من مراقبة حكومة فقركم حلال تأمر بزحام سياسيين وحزاب نايل أقليم حكومة أكلتكم مات حرب أقليم تقراي إقل أختم مثل جبهة تحرير تقراي لتبعتو خطوات مثل جبهة تحرير أوروما اتفاق السلام عند ودية التقليم دائما السلام إقل تمسي عند تقلبو سان حمتم حيث متابعين رسالتك اليوم لدى الأخبار دي بالله تمام هلام